أيها الحفل الكريم عشاق الأصالة والتراث، لا زالت انطلاقاتنا متواصلة، تحدياتنا مستمرة من هنا من إبريس الميادين ميدان الرقيعات. على بركة الله ينطلق شوطنا الرابع والخاص هنا بالقعدان، اللقاية المهجنات الأصايل مسافتنا هي 4 كيلومترات. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. اذهب مع البدايه، اذهب نتعرف على المركز الاول وعلى صداره منصف. من يتقدم؟ سالم بن محمد بن سالم الدرعي من يقدم لنا منصف على المركز الاول، بينما المركز الثاني شاهين عبيد بن محمد بن حمد الدرعي من ياتي على المركز الثاني، والمركز الثالث الدكتور ابراهيم بن حميد بن سالم الدرعي من ياتي على المركز الثالث، والمركز الرابع هنا الرصاصي محمد بن سيف بن محمد سيف بن محمد بن حمد الدرعي من ياتي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس من يتقدم في هذه اللحظات مريج من يتقدم محمد بن هادي بن سليم المنهالي من ياتي على المركز الخامس، والمركز السادس الواصل في هذه اللحظات المراد سعيد بن محمد بن حمد الدرعي من يقدم لنا المراد على المركز السادس. في هذه اللحظات نكتفي ب6 المراكز المتقدمة والمصرح لها بالنداء في هذا المسار. نعود مع البداية، نعود مع الكوكبة الثلاثية على المقدمة، على الصدارة الأولى، على الانطلاق الأول والتحديات المثيرة. يا سلام، هنا البداية. منصف لا زال مع المقدمة، لا زال مع الانطلاقات. سالم بن محمد بن سالم الدرع يقدم لنا منصف على المركز الأول، على الصدارة، على البداية الأولى. ما شاء الله على هذه العروض، بينما المركز الثاني القادم المنطلق شاهين عبيد بن محمد بن حمد الدرع من ياتي على المركز الثاني، والمركز الثالث أيها الحفل الكريم القادم المنطلق هنا الدكتور إبراهيم بن حميد بن سالم الدرعي يقدم لنا الدكتور. الله الله، اذا المركز الرابع القادم المنطلق الرصاصي محمد بن سيف بن حمد الدرعي من ياتي على المركز الرابع، والمركز الخامس الوصول والتقدم امريج من يتقدم محمد بن هادي بن سليم المنهالي من ياتي على المركز الخامس، بينما سادس المراكز هنا الوصول والانطلاق المراد سعيد بن محمد بن حمد الدرعي من ياتي على المركز السادس. هنا اللحظات، الله، نعود اتابع الوصول اتابع القدوم، اعود من حيث بديت مع المركز الاول، مع الصدارة الاولى، مع الانطلاقة الاولى والتحديات المثير. يا سلام يا رصاصي، الرصاصي على البداية على المركز الأول، لا زال متمسك مع المركز الأول. من يقدم لنا رصاصي؟ محمد بن سيف بن حمد الدرعي، عفوا، منصف لا زال مع البداية، منصف سالم بن محمد بن سالم الدرع، والمركز الثاني الوصول والتقدم شاهين عبيد بن محمد بن حمد الدرعي من ياتي على المركز الثاني، والمركز الثالث أيها الحفل الكريم الواصل المراد سعيد بن محمد بن حمد الدرعي. لكن هنا أتابع دخول شعار بو ناصر، من يتدخل في هذه اللحظات؟ برود من يتقدم؟ برود محمد بن ناصر، محمد بن ناصر بن خليفة الدرعي. إذن على المركز
الرابع في هذه اللحظات. برود من يتقدم، محمد بن ناصر بن خليفة الدرعي، والمركز الخامس هنا الدخول والوصول هنا الانطلاقة المثيرة. إذا ميراج محمد بن هادي بن سليم المنهالي، دخلنا الكيلومتر الأخير. الله، نعود إلى منصف، إلى منصف على البداية، على الصدارة الأولى، على الانطلاقة الأولى. منصف منصف لا زال مع المقدمة، سالم بن محمد بن سالم الدرعي يقدم للانطلاقة منصف على المركز الأول، على الصدارة الأولى في هذه اللحظات. ولكن الله، وصل برود محمد بن ناصر بن خليفة الدرعي أيضا القادم المنطلق المراد سعيد بن محمد بن حمد الدرعي. يا سلام على هذه الانطلاقة، والمركز الخامس هناك أيها الحمد الكريم ملبي أحمد بن علي بن سعيد الدرعي. لكن نعود إلى منصف، منصف يوكل جماعة، يوكل جماعة، الله يا مالك منصف العصف البطان حتى هذه اللحظات بدون أي وامر، بدون أي تحديات. الله، يوك 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 يوك، ما شاء الله يا مالك منصف سالم بن محمد بن سالم الدرعي القادم. المركز الثاني برود محمد بن ناصر بن خليفة الدرعي يقدم برود على المركز الثاني. يا سلام يا منصف، اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، العصاب البطان يا برود عصابك يا مالك يا منصف. الله 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 على هذا المسار، تهانينا والناموس لحظات وصول منصف معلي للفوز، والناموس ثاني لسالم بن محمد بن سالم الدرعي المركز الثاني، محمد بن ناصر بن خليفة الدرعي المركز الثالث. ثالث المراكز، وصل المراد ملك سعيد بن محمد بن حمد الدرعي، والمركز الرابع بركان سالم بن معيوب سالم الدرعي، والمركز الخامس خامس المراكز وصل شاهين عبيد بن محمد بن حمد الدرعي، والمركز السادس المركز السادس الرصاصي محمد بن سيف بن حمد الدرعي. التوقيت الزمني 6:21.85 من الثاني التالي لمالك منصف صاحب العرض المميز التالي سالم بن محمد بن سالم الدرعي.